بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. دوي أو دو باسي بيشوكا وتمان هيج قماني تيدانية قصدي كابراي مخبيرك خبرك دابا كسي برانبر يا أويك أو هي زانياريكي لباري خبرك وني بيداتي يا أمي بيبل يبل منش أجمل يدي. هرو هاوتمان زور جار قصة كأكريه ببيتشواني ظاهري حالي مقتضى ظاهري حالة ويا اشتيكي طبيعية كلامك اللي بلاغة تشدرناك بلا مثل أوي مطابقي مقتضي حالة بس مطابقي ظاهرة كينية وهو كاتش كلامك كلامك بليغ أو جاء ثم دوي أو باسانا بقسي تركين الإسناد مطلقا منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي. إسناد مطلقا يعني سواء كان إنشائيا أو إخباريا، ثم الإسناد خد يا رباسك إما باسي إسنادا كوابي إما زيات اللي رتشاوري ما نكر زميري كي بوباتوا كشي أوتا أو هرب اسمي ظاهر هنا يوتي لبرو تشي بولي بيما لبرو بولي بيما أم إسنادي إيرا جور جوازيه كي لإسنادا كي بيشو هيا إسنادا كي بيشو هر باسي إسنادي خبري ما نكر بس هم إسنادا مطلقة باسك إن شي إسنادي خبري بيت شي إسنادي إنشائي بفرقيني باشا شو قاعدة يكي يعني هرچن ليرا قاعدة يكي يعني خو اسمي معرفة اگر جاري يكم باسكرا و جاري دومش باسكرا و هر عيني او يكما والله مما يجينا قاعدة قاعدة يكي مطلقني بلي والله حتما همكاتي هر واحد اگر قريني يكبو رنگا اسم معرفة غيش دوباره كيتو جواز بي لو يكب يشتب بكاري هنا اگر قرينة نبو الرأس على العموم هر اسمي معرفة دوباره بويا و هر مبس و جاري يكما إن مع العسر يسرى إن مع العسر دبار العسر أو عسري بأشهر أم عسري يسيك باسيك على العموم قاعدة علي أقر اسمي معرفة دبار بويوة لجاري دو مشاهر مراد بي أو يجاري كما والله ما أشكري خلافي أو قاعدة أكري يسأل يرى مثلا باسك باسي إسنادة يرى شهر علين إسناد والله أم إسنادة إسنادة كيف يشونية إسنادة كيف يشو خصوصيتي كي هبو كباسي إسنادي خبري بو بس هم إسنادي إيسا عموميتي كي تيايا كباسي إسنادي خبري شو إنشائيشا أو جاء إسناد مطلقة منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي ريكوي حقيقة عقلية وريشكوي مجاز عقلي ريكوي هندكي وهاي وهندكشي وهاي بيناسي حقيقة عقلي ومجازي عقلي شخوانين حقيقة عقلي بلاي شيخي قزويني ورحمة إخوائي لبي هي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له حقيقة أويك هر فعليك هر معنى فعليك حق بي بدي تبال شي توش بدي تبالي أو حق بي بدي تبالي شي توش بدي تبالي أو يعني حقيقة عقلي كان هدا وبالي أو يتربي بمجازي عقلي حقوها بدي تبالي شي تجبي دبالي أو إذا هو حقة عقلي واضحة بلا ما قلنا دا وبالي أو دا تبال شتي كي تنك أو كحقة بدي تبالي إذا هو كاتب بمجازي عقلي جائسة عليه والله با إسنادك إنشائي بي يا خبري بي خطة نزان مصطلح إسناد أقل بمعنى دقيقة كي ورقلي يتر باسي إسنادي تام باسي إسنادي تام بلا مناك لي مثلا لإسنادي
ناقصي شا مثلا بإضافة بإضافة يا بتوصيف اشتيك بريتا باليشتيكو هي أجنبي ناكري يعني أنباسي مجازي عقلي وحقتي عقلية ناكري مثلا لتركيب إسنادي تامي شان بي ها يقول ما ناكري مثلا يسأل زيد زاربة تولي ضرب زيدين أي أو ضربة كبيرية تبالي زيد حقي خويت يعني بس أو إضافة إسنادي واقعينية وانية إسنادي واقعي بريتيل إسنادي تام وديارة وإسنادي إسنادي كي إضافية بس آية يسأل إسنادة أيوش أقريتها وآلي بالي أخذ شون أقريتها وخو أو توصيف ناقري بخبري وإنشائي أيوش ألي إما معناقي والي ناقي معناقي والي يكين ك إسنادك لناو تركيبك خبرية إنشائية هاتوا إتر آية إسنادك تامة يا ناقصة كيف خويتي توابي إس أوا عبارتك أوا كشي مني ملاجان ناقصيش بها ديقريته وبوتكو بنتيجة ناقصيش بها لناو تركيبك خبرية يا لناو تركيبك إنشائية إيواناكا شي بديت ناوي شي نعم أو هذا إسناد تانية يعني باسي شيء يقين قالك ما أنا لإسناد ناقص كان شهر أم باسي حقه مجازة بيتدي لإسناد للصدى الصد لغير إسناد ناية تدي وهيج أو هيج بس آية إسنادك إلا أبي التوابية يا قرنية توابية يا ناقصش بهر أبي روالتي فرمايشتك شيخي قزويني رحمة إخوائي لبي أويك نخير إلا إسنادك أبي التوابية تقول الله إسنادي إنشائي يا إسنادي خبري جامعة توزي معناك فراوانا كين لبرو باسي إسناد ناقصة كان شي بيتناو چوني ديتناو علي إسناد يك لناو تركيب يكي خبريا بي إترا إسنادك تواوا يا ناقصة مسألة يعني إسناد يك لناو تركيب يكي إنشائيا بي إتر إسنادك تواوا يا ناقصة مسألة يعني باشا ملاجيان يتري امن منوشد ان شاء الله لسر انباسانا اخوانين بس مثلا او كباوة لبين اخوتانا اي بي سن عليه انبت الربيع البقلة علي مثلا او مجاز حقيقتني انبت الله البقلة اي علي ديار او حقيقت باشي اسم مثلا توب الله اعجبني انبات الله البقلة يا بلي أعجبني إنبات الربيع البقلة لكاتك كأكيب إنبات الله يا أكيب إنبات الربيع خد يا لك إسنادك إسناد تامية لبي كإضافية وانية قيناته ولا إضافة مصدر ولا فاعل إضافة مصدر ولا شيء أو قينا وعلي بس خو يسبب نتيجة وتركيبك إضافية أي تركيب إضافي شخو تنزان إسنادك ناقصة وانية ليش يس أو أتواني بلي حقيقتي عقلي ويا مجازي عقلي تيا هاتو تدي على بالي أتواني أيقين أخو عبارتك أو ناقية توا على دي مش عبارتك بجوري ليقين كبير يا توا واي معناك ألين إسناد إنشائي يعني إسنادك لنا وكلامك إنشائي يعني إتر عامة لو إسنادك التام بي ناقص إسنادي خبري يعني إسنادك لنا وكلامك خبري أبي إتر خوش تنزان كلام حتما يا خبري يا إنشائي جاء إسناد لنا وكلامي خبري أبو تشي تام بي تشي ناقص بي بنتيجة إسناده لنا وكلامي خبري أي توا أو جايتر أو رخنا ناتا دي ناتا فيش بو إما بلي والله أم عبادتي توا أجين كأنما لا نسبة ناقص إسنادي ناقصة بس حقيقة عقلي ومجازي عقلي نية بو تشكت والله إسنادي خبري وإسنادي إنشائي تيش بلي برا والله هيا معنى عبادتك إيش والي لكن كأول شيء لجيرا جبيه توا يعني بوابلين تعريفك أبي بتعريفك جامع جامع دي الإسناد مطلقة منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي خدنا زن ملايين يما حقيقة عقلي ومجاز عقلي ما هي وحقيقة لغوي ومجاز لغوي ما هي ونية حقيقة عقلي عادة يا مجازي عقلي علاقين بشي وهي بل يقدانوي إنسان وهي ببريالي جورة وهي لا إنسان حتى بلو تعبيري ليبكى أزاني مثلا حقتك تشي وإزاني مجازك تشي مثلا
دونو نزيك علاقه بلفظ اونيه سرتا بس شيء لفظه كهر تعبيري ليك هر اونيه بس دواتر باسي كتر اخوانين في الان حقيقتي لغوي ومجازي لغوي يما بدياري كراوي ام دو جوري يسيان لباسي علمي معانا باسكين حقيقتي عقلي ومجازي عقلي نك حقتي لغوي ومجازي لغوي او دواتر اشين لباسي علمي بيانا باسكين باشا او كتايبت اللي رباسي اكين باسي حقيقتي عقلي ومجازي عقلي نك حقيقتي لغوي ومجازي لغوي تكوز ياتر على قبل لفظة واحدة جرنگ اسکه سبب پرسی باش خوباسی حقیقت و مجاز هر یک باسه اتر توصیف کی بو که ام عقلی یا لغوی او مسئله کی ترا انا خوب نتیجه حقیقت یعنی حقیقت و مجاز یعنی مجاز ایوانیا یعنی یک باسه قینات ولا ناو باسه که تشققات و تفرعات هيا علی ام یعنی پیال مجازی عقلی او یعنی پیال مجازی لغوی او پیال حقیقت عقلی او پیال يعني بنتيجة هوي هريك باسة هر باسي حقيقة ومجاز يعني تو معقولة إذا يمن يكباس من هي وكشي هاتوي كروتا بدو بشوا ولا بأم بشيان لباس علمي معانا باسكين أو بشكيتين يعني قيناك لباس علمي بيانا باسك بوش إيوانيا خوش تزاني إيما لهر جيكي يكباسي علمي معاني من كرد زورتر على قو بير ما للاي أوي يكخوزق أما چون بكين مطابقي مقتضي حال بيتديو أم أحوالنا بيجي هلا أو أحوالنا بنك إيشي لسلك للا مطابقي مقتضى حالا يان أقوها كات علم باس علمي معاني لكن أقوى باسقين كتشون السر باس علمي بياني إيش إتر باس إيش لسد دلالاتي تعابير كلامي جواز جوازة لسر أو ما بس هيك توهات ونيا دي إسا برسيارك أمايا بو باسي حقيقة عقلي ومجازي عقلي لناو علمي معاني يا باسي هيا بوجي أكراوته لباسي براكيتي لي كبريتي لباسي حقيقتي لغوي ومجازي لغوي بو تو بس هادي أكريت وبيجي والله مسألة أويك أمل يرى أحوالك وقت شون أحوالك كان يترباسي عن هيا أما نش أحوالك إيش أكري لسر مطابقي يعني تو مقتضي تشين إيش أكري لسر مطابقي مقتضي أم أحوالنا هلوكو باسي تأكيد وباسي حسف وباسي فلانشتو فلانشتو أحوالك عن تركنا وما برد أحوالا كما دم أحوالا قيتش كما إيش مقتضايا هي ليش كرنا لسر مطابقين مقتضايا أم أحوالنا أو تيا جوري بشيك اللباس كان علمي معاني جرنا كسي ببرسي إيسا إذا باش أقر أحوالا أحوالا خطوب يشتري هرباسين يا كربالي ولا حقته مجازي وانا بو بيشت باسينك اي اگر احوال بو تي باسينك يا اگر احوال نيه بو تي انت نافي او شغل بابا والله احوالو تو اي بو باسينك اردوا اي والله يبلنش بو تي باسمانك اگر ايش لي احوال نيه خورنگ لقل او شابين لقل تاقي چك احوال نيه او احوالان نيه ك لم علما باسي هيا هلوكو موضوعي إدغام وموضوعي رفع ونصب أو أنا كتون أحوالي لفظا بلام لها من قاتل العلم معاني شباس ناكلين أمي الشر أحوالي لفظا بيشمشي العلم معانا حقا باس ناكلي حقا بس أي بوشي باس ناكلي قال والله أوتو أنا استطرادا قيشي أكا نابي يعني هل باسك باسي أحوالي لفظنية دليا قريمكم ولكم أن باسك أتخوا بام دواني شباسكين لقل بس قصك ليرا أميك أم دواني إشكال دلوسكا بابا إشكال أمانا باسيكا لقباسي باسيكي سركين باس سركي كبريتي لباسي حقيقة مجاز أمانا لقباسي أون كابرا برسياركي ليرا أميا بوشي هر أو باسا تول علمكي ترا باسي أكي بشيكي بو أم بشي يجاكلو تول ليرا باسيكي أعوق سقي أي شي باسي مجازي لغوي ومجاز حقيقة لغوي لعلمي بيانا باسكي أي بو أم يجاكلو تول يخوة مش هر باسي حقيقة مجازة أي شغله والله أمانة أحوالي كان مطابقي مقتضي حاليا بيكري أو أحوال المقتضين بوشت تويش تواني كلامي بيني مطابقي مقتضي أم أحوال أنا بي ها أود أين أخي العلمي مجاز أخي العلمي بيان أخي إن شاء الله
ديالا أنا أخو حقه مجاز هل على العموم أحوالي لفظا هو ديالا أحوالي مسند ومسند إليه ديالا هو حقه يا مجاز باش إذا إما ألي أنا برسياري كتر ماني برسيارك أتشيا برسيارك أمي لم عبارتي خطيب قزوينية كأفرمي إسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي أم منه من هو يعني أم دوباس دوباس لباس كاني إسناد دوباس أنا رنقة واسطي شبيه لبيني حقيقة عقلي ومجاز عقلي رنق يعني إسنادها بين حقيقة عقلي بين مجاز عقلي وناكا شكت ولي هنيكي مجاز عقلية هنيكي حقيقة عقلية أي هني ترين ما هو ها برا والله أقول جماعة بيتي كابي هر أصلي فرمايشتك مشعرة بوكا حصري إسناد لمجاز عقلي وحقيقة عقلي حصري حقيقي نية بيجي والله إلا حتما هالأدوان هي نا جوريكي أوية وجوريكي تريشي أوية أي جوري تريها يا بالي أقول جهيبي بويا أقر بيوي سايبي فرموايا هر أودواني هي أبم نوعي فرمو أي فرمو ثم الإسناد إما حقيقة عقلية وإما مجاز عقلي إتر أوكات توزاني توا باسك اللودوانا أبرية توا إتر هيت جوري إسناد كيتر معنية كمواصفات كيتري بدرية تيجيواز لم دو مواصفات تيغيشتن بلام هر أصلي فرمايش تقي مشعر بابا كنخير نو والله إسناده هيا هيج كام لم دو مواصفاتي نادك نا أتو أني بيبلي حقيقة عقلية نا أشتو أني بيبلي مجازي عقلية رونا بوي إمامي تفتازاني بو جوابي أم برسياري ما أفرمه أفنو ولم يقل إما حقيقة وإما مجاز يعني إما حقيقة عقلية وإما مجاز عقلي شكو باسكي خمان أوي خطيب قزويني رحمة إخوالي بيه لم جيغا آوين فرموا بو ملايين بو أفنى چونك لأن بعض الإسناد عنده ليس بحقيقة ولا مجاز چونك هني جوري إسناد هي بلاي أما وبدياري كراوي بلاي أما وبدياري كراوي ليس بحقيقة ولا مجاز بو يألي عنده لبرو بيوبليك أمر إيه خصوصية أنا بردأم رنج خلق وين فرمو به يسام إيشي كدوه لسر مفتاح العلوم إمام السكاكي أي اختصار كدوه دبرو بزان إمام السكاكي رئيوايا علماء فنونا ولا رئيوانيا إمام السكاكي بيوايا همو إسناده إتريا حقة عقلية مجاز عقلي تواب تقولو زياتر چي هي بو إتقال نسبتك إلى أقر إلى ما هو له بو إترو ديار حقيقة وقر إلى ما هو له إجنبو إترو ديار مجاز وطو بلام خطيب وانا فرمي فرنا والله مسألة كونية بو شكا أم هاتوا بيناسي دقيقي كردوا بو باسي حقيقة عقلي ومجازي عقلي سيري بيناسك كان مزان عليك علي حقيقة عقلي وهي إسناد الفعلي الفعلي أو ما بمعناه إلى ما هو له أو بوب حقيقة إلى غير ما هو له بوب مجاز يعني باسك هر باسي شيء ملاجان باسي فعل معناه فعلا ديبو إسناد هر أو حالته هي هر باسي فعل معناه فعلا أي مبتدا خبر إسناد نين ملاجيا إسناد تاوني لبيني مبتدا خبرة أي باسي فعل معناه فعلي تيايا ها نبخوا يسألي أجر فعل معناه فعل دريانا بالي اشتياك حقيقة ينبو بدريانا بالي أو أبي بحقيقة أي أجر دريانا بالي اشتياك حق نبو بدريانا بالي أو أبي بمجاز بس كهر باسي فعل معناه فعل أي مبتدا وخبر نبي بحقيقة مجاز ببي أنفر ما يشتي ك خطيب بيناسي حقيقة مجاز عقلي بيا كردوا برا والله برا والله شكرا نافرمي إسناد حتما يا حقيقة عقلية يا مجازي عقلية علي هنيكي مجازي عقلية وهنيكي حقيقة عقلية
اي هنكيتري والله هنكيتري شو زعلنا من لباس حقتي عقلي اجيبته من لباسي مجازي عقلي ابوك كباسي فعله معناه فعلي ثانيه اي امامي سكاكي شلون وايدي كدوا كباسك ببريته وو الا دابشي قابو هردو جورك ولو زياتري نيته واصله وبينانيه او لبري او بلي والله اسنادي فعل وتيتي اسنادي شت شت ادي تعودي جاء اسنادي شت أقول لك شو أشيء باسي جملة كي فعلية بيه دار إسنادي فعل بولا يفعل وناي فاعل أقول إسنادي شد لك شو أشيء جملة اسمية بيه دار إسنادي خبر بولا يمتنع إيمانية بويا بلاي أو إما حقيقة وإما مجاز تواوي تقول هو زيادة لينية بلا بلاي خطيب قزوينية نا والله هر إسناد جوريك حقيقة جوريك مجازة جوريك أن هجنية نحقق دنا مجاز ناتو أني بيبلا حقيقة مجاز أم حقته مجاز عقلية كأنه باسية كأنه ولا بس مواصفاته بو نسبتي كباسي فعله معناه فعلي تيابي رونا قسكي شوانا ولم يقل إما حقيقة وإما مجاز لأن بعض الإسناد عنده بلا أمو ليس بحقيقة ولا مجاز كابي واصل بين حقيقة عقلي ومجاز عقلية بلا خطيبة وهي بلا هي اي بلا غيري خطيبه وكو امام مساكاكي نخير نخير نا والله يا حقيقه يا مجاز بوجك او نالي اسناد الفعل او ما في معناه الله اسناد الشيء نسبه الشيء الى ما حق وينسب اليه حقيقه ونسبه الشيء الى غير ما حق وينسب اليه او بيوجه مجاز دي تعيط ليش ترماوا ها هر هي جملة هي اسمي هي جملة هي اسمي من علاقة شيء من علاقة شيء تبي تسأل خطيبته خطيبة ليه نبي بلا حقيقة عقلي نبي بلا مجاز عقلي تا في خوش نية دي الله دي مثلا لو كشي عليك قولنا بتايبتيش كاتيك خبرك جامد بي هرچوني بي خبر اگر مشتق بي هرچوني بي هرچونيك بي تو اتواني لو بينا باسك حقه مجازك بيني توا بو چكي كاك اس زيد قائم مبتدا خبر نيا دي باشا اس قائم دراوت بال زيد ن حقيقه عقليه ان مجازي عقليه بس هو قائم دراوت بال ضميري زيد وكو فاعل مثلا وانيا اس لي حقه الحمد لله بتايبتي أم فرمايش لك خطيب كدويتي بتايبتي لجيغيك هكم تدا خبر بي وخبرك جامد بي أو إتلا صدى صد نباسي حقتي عقلي ونباسي مجازي عقلي تانية يا خبرك الجملة أي شرواي أي شرواي هو جملة نحسابي فعلي هي نحسابي معنى فعلي هي وناك بري مجاز حقيقي ها نا والله على نحقتنا مجازة شوكا شرطي تسمية كنهات وتدي شرطي تسمية كنهات بلا أمو على حقيقة عقلي يعني نسبة الفعل أو ما في معناه إلى ما حقه أن ينسب إليه أو ليس لبا نسبة فعل ما في معناه هو نا والله نسبة خبر ولا مبتدا ملا نسيجان جملة إيش بها رواية فرق إيش كقولنا الحيوان جسم والإنسان حيوان يسأل أول مبتدا خبر إن هادو كان ديارو باواج بليم خبر كان جامد نو إدي تاب أخوان حقتي عقلي أنا مجازي عقلي باش أو جاب إسأل قسيكي تبكي اللي يرى ملاك قسيكي تريش أميا أم باسي حقيقة مجازة إنسان زور تبيري للاي ألفاظة إيوانية خد يارا ألفاظش تعبير لا معنى ووهيش قباني تيانية بس يسالي لفظي أم فعل أم فعل لفظك دراوة بالي أو فاعل مثلا دراوة بالي أو نائب فاعل مثلا يا دراوة بالي شتيكيتر مثلا كالندبو برية بالي عشان خوتو ما نيما لفظك إيش بتبعيتي معناك بعسي هي شو كا دلالة قال سر معناك تسمية دالة بيسم مدلول
يسقسكي إما ليرا أميا كاك كلام يا حقيقتي عقلية يا مجازي عقلية شكو باسك باسي لفظة اترتوبو أي بيتوبو باسي إسنادك كبرتي لعلاقيك معنوي لبيني مستد مستد إليه بواي ليك بلي كلام يا حقيقتي عقلية يا مجازي عقلية نبي ها شكو تو باسي شيكي باسي بلاغتي كلامك الكلام يجبرك لو قسكتوي بلي أم كلامه يا حقيقتي عقلية مجازي عقلي بواي نوتوا إمام تفتازانيش أفرمي وجعل الحقيقة والمجاز صفة الإسناد دون الكلام يا وجعل الحقيقة والمجازي صفة الإسناد دون الكلام هل كان لك بوي خطيب قزويني رحمة إخوائي بليرة هاتوا أم باسي حقيقة مجازي كدوا بصفة إسناد نيكدوا بصفة كلام لبرشي قال لي أن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد هم كسي وزاني شكو ديارة تو كاتب كلامك قال لي والله أما حقيقة يا أما مجازة باعتبار إسنادك أقل إسنادك حقيقة بكلامك إش حقيقة أقل إسنادك مجاز بكلامك إش مجاز توابا كابي ما برسا بيش بوشي كلامك وصف دارنك دو قيت شكا كلامك إش وصف دارك شي بلام أساسا موصوفي باسي حقيقة مجاز بريتيال إسناد موصوف كان أوي أو أساسي كي بتبعيتي أو تو إشتواني بلي أم كلامك أو إسناري كي أمش حقيقة يا مجاز كابي إيشي كي كدوه كهر حقيقة خوي أبي وابك لي حقيقة بلا ما ستو قرأت بيجي باسي ألفاظ ومعنى بيتنا ودي ألفاظ شي ألفاظ شي توصيفي أوصافي توصيفي ألفاظ بمواصفات معاني هر دروسة وخو معنى لين توصيفي دالة باسم مدلول تسمية دالة باسم مدلول دروس بلان أساسا إما أبي اعتراف بوابك إنك أم باس أنا باسي معانين باسي ألفاظ ني ولا ريش معنية أقربو ألفاظ إيش بكار بي هيش لاري معنية بلان تو ما برسا بيش والله أو بو شي إسنادي وصف دار كدو حقيقة مجاز أي شي وصف دار كابي ملاجان أي شي شي احر براسي براسي لباسي اسناد باسي حقه مجازيه تقولي والله اي لباسي كلام عنيه اي مشغل بدا والله هيا اي كلام شيا اي كلام اقل اسنادي تيانا بيا كلاما كابي بتبعيتي بوني اسنادك اي مش وصف دارك لي بحقه بمجاز واناكا بلام اسي ما برسيارك معنى هي لم عبارت امامي تفتازاني افنه وجعل الحقيقة والمجاز صفة الاسنادي صفته وملاجئ بس صفته ليرة ثم الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي كوا صفة تيايا ها نعم الإسناد حقيقة عقلية الإسناد مجاز عقلي مبتدا خبر هي ليش وينك بس بلي صفته موصوف نعبخ هيا نعم ديك وابي ليرة مقصدي بصفة شيء ملاجئ مقصدي معنى فراوانك صفته يعني هر معنى قيامي بذاتك وهبي أبو معنى فراوانه اترو صفته خطانا زانا حالي ذي الحال صفته صفتي موصوف هر صفته خبري مبتدا هر صفته بو تكون معنى قيامي بأو هيا كابي الصفت ليرى معنى استلاحك مقصدنية كبريتي لتابع متبوعك معنى فراوانك مقصدي يعني هر معنى قيامي بشتك وهبي إذن لباسي صفة موصوفة بهر عيني معناية لباسي حال ذي الحالة بهر عيني معناية لباسي مبتدا خبر شيء بهر عيني معناية رونا خوي منالين أو صفة مقصر مع صفتك إصطلاحية شكا أقر صفتي إصطلاحي بوايا أبوابي فرمواتي الإسناد الحقيقة العقلية آوة بو صفتة أو بصفتي إصطلاحي بدابي والله ما يمالين أم صفة مقصدي صفتي اصطلاحينية مقصدي هبوني معنايك لذاتيك دي الحمد لله أسأو معنى لو ذاتها اتر بأكو مبتدا وخبرها بأكو حالو زي الحالة بأكو صفة وموصوفة بهر صفة فرق شيء وانيا إيه أوجا وأوردهما في علم المعاني لأنهما من أحوال اللفظ
وكوبيشتريش وتمان بوشي أمانة لباسي علمي معاني باسي عن هي أم حقة مجازة ألي والله لتشوك أحوالي لفظ أي خلق شالي خو باسي إدغام وباسي مرفوعي ومنصوبي ومجروري ومجزومي أمان شيخ وير أحوالي لفظ أي أوانة شي ألي والله كاك أوانة علاقين بمطابقين مقتضي حالوني اي خود يا علم معانيش هل باسك لو دورو بري باسي مقتضي حاليه وانا علاقه بمطابقي مقتضي حالونيه اي ام حقه مجاز علاقه علي ارى والعلاقه ونيه بس كبرى بسيارك علي اي بوشي بيشت باسي نكدو اي شي كنت بيشت بوشي باسي بس ما نكدو اي سي باسي اگر ايش لي والله هر علاقه بمطابقي مقتضي حالونيه تجبل والله هذا استطرادا في خوش بو ما دام باسي احوال لفظي كدو احوال ابش احوالي اسناد ديار باسي حقه مجازي تياي انت راجل علاقه بمطابقه مقتضى حالي شو نبيه دني غير استطرادا قيش غبا باسي كنابي اما لا استطرادا وياك تو باسي احوال اشتياك كي لقال يا هني اشتي تش باسي هي شنا احوال انا لقال احوال انا جواز بس كان جواز طالما بنتيجه هذوك هر احوال هذوك تمام فيدخلاني في علم المعاني إبا نتيجة ما دم أحوالي لفظا داخلي علم معاني بي. بو بتايبتيش وكوتمان أقر إيش بكري لسر مطابقي مقتضي حالي أم حالانا مقتضين بوشتي كتابتي وإيش بكري لسر مطابقي مقتضي حالي يعني حال وزعيتي وابخوازيتو حقيقة بلي أي بحقة بلي خناي مجاز بلي حال وزعيتي إيش وابخوازيكتو مجاز بلي هربي مجاز بلي خناي بحقة بلي بو أجكو أقر وات نكر كلامك مطابقي مقتضي حالني أو جاء وهي أي الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له معنى الفعل وكوتي كالمصدر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف وكو أمان إتركت وشتريش إلا لا ما هو أو يمن علين كافك كان كافي تمثيله استقصائية. أجر شيء ترنا ما وهر أمانة ده يترتوى يتروى نمونا كاني معناه فيها. أجر شيء ترى لخيال ما وبيلا أمانة كأم باسي كردوه بل كافك أربو تمثيله بلام زرتريني نمونا كاني باس كردوه. شيء تريش ما هي استاندرد تلاي فعل بيجومان. داي. ظرفك عادة مقصدي ظرفي مستقرة. نقصر فيه له. إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له إسناد فعل يعني فعلي اصطلاحي ما لا ملاجئ فعلي اصطلاحي أو كاتب يعني فعلي أما ببين نحو إلى ما هو له أي إلى شيء هو أي الفعل أو معناه له أي لذلك الشيء وكتي مثلا قال مثلا كالفاعل فيما بني له أجر فعل مبني الفاعل بي يعني نسبة دراوة باليسي قالي فاعل هر فعل مبني للفاعل بي أبي درابة بالي فاعل ضرب زيد عمرا يعني ضرب مبني الفاعل دي زيدك فاعلك أو نسبة حقيقة أبو حقتني أرى والله نسبة فعل ولي ما حق وينسب إليه أبي المفعول يرنق قيشيك فعل هبي بردية بالي مفعول به بس كي أي فيما بني له كاتي كبتاي بتي وابنا كرابي كبدية تفعلي أو فعل مبني المفعول أبي بدية تفعلي مفعول وقول ضرب عمر فإن الضاربية لجملة كما لزيد والمضروبية لجملة دوما لعمر عند المتكلم فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمر أو خبرك يأتي براسي ضاربيتي زيد خويتي بيدرا وتبالي لجملة يكم ومضروبيتي شهر هي عمرة بيدرا وتبالي عمر لجملة دوم كابية هم ضاربيتي زيدك لجملة يكم حقيقة عقلية وهم مضروبيتي عمرك إيش لجملة دوم هر حقة عقلية تواو بس ويابا أنباسي خومانا ألي رتاو نابي أنباسي خومانا ألي رتاو نابي تواو بلكو قيدي تريبي بل بزين قيدي قيتشيا يكام عند المتكلمي
عند المتكلم أدي بلاي أو كسوك سكاءك بيوابك أم فعل حق بلي تبالي أو فعل بلاي أم كسوك سكاءك بيوابي أو فعل حق بلي تبالي أو فعل أدي أنا والله يسا مثلا بامن بأيو بليم كابرايكي معتزلي بيجيه خلق زيد فلان شت حقيقته يا حقدني بو شكو بلاي اوخ زيد خالق بتعبتي بو افعلي اختياري خوي اي ايه بلاي موايا نعم كابي قرن اوي او قسيك اكري بلاي كابراي متكلمة و بيوا بحق ويا او فعل بر يتبالي اوشت كابراي كي كباوري بخوانية فيوايا هر امشتان بطبيعة لسروشتا اخوان ابن نابن بل انبت الربيع البقلة حقيقة يا حقدني بلا او حقة رصاصة ثانية كابي بو اوي كيما حقيقة عقلي ماندس كبير ابي بيريك من للاي ارادي كابري متكلم بي للاي بير كرنوي كابري متكلم بي زين او شو بيرك هاتو اي فيوايا حق ويا ام فعل بر يتبالي او فاعله أو فعل بدي تبالي أو مفعولة مثلا في ويا حر حق قتل حق ويا بدي تبالي أجر وحابو باسك أبي بحقيقة تواو عند المتكلم متعلق بقوله له كابي وبهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع بمش لتواتيوي أنباسي حقة عقلية اشتيك جيه بيته وكتشية كقسيك أم قصة لواقع وانية بلان بلايك عبرية قصة كروهي يعني تو مروان أبو أو بيجي إلا حقيقة أبي لجيقيك أبي تديك لواقع شهر وابي بوش إلا روبي وابي لواقع شهر وانبي بس بلايك عبرية قصة كروهي هل حقة فرقي شيء حقة شيء كاكك تو مقصد معنى أول شيء ألي مقصد أعوي حر بلاي من وواهي إيشك إيك أبي حقة كلامك والله مثلا كابرا عليه والله رأيت أثرا في الحمام هو مقصدي نيه بلا والله شيرم بيني وا هر خوش إلي ببرس عليه والله مقصد مجاز مثلا هو هر نمون بوين أنا أو بس مجاز جواز أنا بس مجاز باشا يعني تاتو بزاني كإرادي كسكا تأثيري هي بو تسميك بو ناوناني كلامك قوي أم إسنادة أم كلام حقيقة يا مجاز ما دام أم برياري دابو نسبة أو فعل ولا أو مع أو فاعل ولا أو مفعول مثلاً هيش إشكالية تانية وأدريت بالي حرب براسي براسي كابي بلاي يمشي في الله حقيقة حتى بلا واقع شوانا بيخسر تواو جاء هر أويش بوشنا وسي أفرمي عند المتكلم في الظاهري عند المتكلم في الظاهر او يكبر والتي حالي كابري متكلم ودرك ودرك او بي واي اواي ودرك انا اخوانا خاصة في يلوم يلو اشتانا نكا روالتي حالي واي بي ودرك ويكا بيجي والا نسبة او فعليا او معنى فعلا بولا او اشتا هر حقي خويتي بردي تبالي وطا روالتي حالكي انا باسي اوناك انك في يلو اشتاك بتشي لفي على كيو بكواليتو سيرك إنها والله اشتكى نايم بحقيقة تو مثلا إسابة من بيو ظلم عوحا خلق الله تعالى فعل زيدين مثلا أما أقر كابراكي معتزلي بيكا تويجي حقيقة نبخوا حقيقة نيو شكو بلاي أوو زيد خوي خالقي أفعالي خوي دي خلق الله يعني شي أي أجر خوي بمعتزلي بيشان ندال لايتو تونة الناسي ها أديه معتزلي يا خوجماني يعني نائب بحقيقة بو شو كأي روالتي حالي أو هي شيء كده يعني نتو أي ناسي نأو خوي هي شيء ودوا أي مش سامي برا والله خلق الله أو شتى برا خلق إخويا وده ما فعلك فعلي زي ليش بي بلام خو نخوي ودوا تي معتزلة من منيش عليهم تو معتزلي من أزان معتزلي اي باش اگر كسي قسيكي او كهر نبي بحقيقه ليكي ديتوا بوش كن روالتي حالي كسكهر او تبي عليه شي نوتو او
هیچ چی نبود تو خو معتزله و غیر معتزله مور نیا و ناو چایی آنو تاتو بزنی که معتزله که معتزله نیا همون طرح رو افکاره ای الحمله کبرا قصه یکی نکلو لقصه معتزله بچی اسم بوشی بولیم کبرا معتزله ای لناو معتزله من علاقم چی بسریو ام تعبیره که اوتی دی حقیقتا تواوا ملاجیان وهو ايضا متعلق بقوله له ان في الظاهر شهد بار متعلق بله وكوبجار مجرور كوا اي ان فائده يعني هو به يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد بر ولا بم قيده بم تعبيره او ايش يتناو باس حقيقه عقلي كحتى اشتيك غير مطابق عقيدتنا بها حقيقه عقليه يعني بو كابراي معتزلي قال خلق الله او اشتا بالفعل يعني هل مقصدي اويا لدلو دروني خويا وابي ركاتوا نابخوا نابخوا او بيواي افعالي اختياري عبد خلقي عبدك خويتي نخلقي خويا دي سو باشكرا لقل عقيدي خويا اشتكى في شوانيه كشي لهمان كاتا ما فيش يلين شي حقتي عقلي بو شكا ظاهري حالك وهايا بحسب ظاهر خويا هيجي بيودرنا كوتوا نمن ازانم او معتزليه نخويش يشتكي وتوبوني معتزليه يليبي قابي قصك حقتي حقتني حقيقتها أي مطابق عقيدي خويتي يانا بيقمان نخير بيقمان نخير دبل يوجار والمعنى قابي يسب بختي معنى أم تعريفات شليهات حقيقة عقلي هي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر معنى عبارتك شي لدي يسا أو لدي إسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون هو أو فعل معنى فعلا لهب أو مايا عند المتكلم فيها يفهم من ظاهر الحال وفيها يا في ماي فيها وسيرته هكذا أما لقيا فيها في هذا الكلام في هذا كاك في ما في هني للصدى صد فيما يفهم أدي شاكي كان مكان في ما فيها يعني أو لنسقي للسوق كان نسراه في ما أدي وذلك توتون زاني إسا ظاهري حالي كابري متكلم والي ورقيري قال بأن لا ينصب قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقادي مثلا هيش قرينة دانا را ولو جيقا تائم بزاني دلالتك على سراوك أمشتا غير ما هو له إما نم قرينة يقمانية يمن حروالي كدين وكا أما ما هو له وكيا نغير ما هو له اي كنسبه فعل يا معنى فعل درا ولا ما هو له ابي بحقيقه خراسه اما غير ما هو له بفي عقيده كابره بس خوي ما قرينيك معنيته اكثر بوجوري اللي بدينوا خوي ني وتو معتزله منيش بيشتر ناي ناس متابع معتزله دي قسيك كل وقت سكه بلا مني شوايه باب في شواني عقيده خوي شوبي واني ملجان شان جاريك كابره كافر لنا مجتمع مسلمانا اجي قسي مسلمانا انا يا كاوي جيتو اروا وجيانيش بري يا كاو كاتي كزاني كافر بو اي شنك تعيسة شيكا ولا يترو سياسة تكاو لنا او خلقات ديتو اروا و اجيو ايشي هيكا جاسو سياك نابي ومعنى كونه له ان معناه قائم به يمك ألين ولا ام فعل يا ام معنى فعل له بو اوشتي يعني شي يعني قرق ما نبيش معناك قيامي بو هاي قرق ما نوابيش اي فعل كبلي له بيه يعني بو اوشتا بيه يعني شي يعني اكري اوشتا موصوف فعلك بيه اكري اوشتا بيه بمحمول فعلك حمل فعلك بكي تسالي اي له يعني شي يعني تو اتواني بيديتي اتواني اوكي بخواني فعلك يسي زي الظاربة وانيا تو ناتواني زيد كي بخواني ظاربيت ها عمر مضروبة عمر ناتو يعني بكي بخواني مضروبيات ايت الله يعني اوى لا مكبوت امليكا
أما خاوني أوشتي معناه قائم به ووصف له، أي كما دام وصفي أو قائم بأو ديتا وحق وإن ينسب إليه، وحق وإن يسند إليه ما دام أو أبو حتما أمش دي أو عطفي وكوتي ملزوم لسر، عطفي لازم لسر ملزوم يا عطفي مسبب لسر سبب ما دام أو أبو حتما أو كشي شتي أجر معنى قيامي بشتي أكو هبو وصف وبوي ناتواني تو حملك تسري برا ولا حملك يسري نسبة شيء دي تبالي إتر أوجا سواء كان مخلوقا لله تعالى أو لغيره من علاقي أفعل معنى فعل من يبي يجمع الله مخلوق إخوايا مخلوق إخوانية هل شن يوم بلاي خمانو همو شير مخلوق إخوايا همو فعلي هل مخلوق إخوايا همو فعلي والله مثل أول اللي رهاتوا حزي كلو مجارات يبقى لقلم جماعتي معتزلة كأوانج لو باس لو باس أقصي كان هي أنا مخلوقا لله ولي أو لغيري يعني شيء همو شير مخلوق إخوايا يا مخلوقا لله هرب معنى خلق مخلوقا لغيري بمعنى كسب آوى أجر خلق معنى كسب بكارات به يا نخير مخلوقا لله بلاي إيه ما وقو جمهور يا مخلوقا لغيره وكل أفعال اختيارية معتزلة قولا في كله أو شكل معنى عبارة قبقي كابي قرنية أو فعل خلق إخوايا يا خلق إخوانية قرنية أو فعل كسب عبد يا كسب عبدنية بلام آية إستو أتواني بني تبالي أم ما هو لهو يا ناتواني أتواني بيكي بصفة بوي يا ناتواني أتواني بلي قيامي بي وهي يا ناتواني بلي أتواني إتر قرنية وسواء كان صادرا عنه باختياره كضرب أو لا كمرض يا كمريض ومات كضربا أو لا كمريض ومات قصيج لوانية يما بيجينو الله قوايا أو فعلك صادر ولا أو فاعل بك كيف اختياري خوي بويانا أو مسلينية فعل ريك بي إنسان بكيف اختياري خوي كعاكو رويشتن حلسي أروتا حلسي أدال أشتيك مثلا وبيختياري خوي نايكا هنجاري شيشت بيختياري خوي إنسانية نخوشي لولا عادي بو أجري مثلا مردنا لولا عادي بو أجري خطب كيف خونا لي خطب كيف خونا خوشنا كبي واني ملاجيان يعني كوابي فعلك شرني بري إلا أبي فعلي اختياري بي فعلي اختياري بها ربي فعلي غير اختياري بها ربي مثلا إسا كابراي توشيهين بوا دسل رزو أوانا في غير حركي ارتعاشي يخو برسي خوينية بس بنتيجة خو حركة كأويكا قبل أيكيكا إسا توناتو عين بلاي دسي أو كسا يا أو كسا متحركة نسبة أو حركة ولا أو كسا نابي بحقيقة أي بكيف خويكا نا والله دي شرطية يما بلين والله إلا أبي بكيف خويكا هرشون بيو اگر بلا حركه كيش بكيف خويك اخو مرنك بكيف خويناك امري اخو نخوش كيش بكيف خويناغري هروني خوينا فارز يعني اخواتو شي مره نخوشيك واضحه طيب فاقسام الحقيقه العقليه على ما يشمله التعريف اربعه اگر توزي قول بركين ولا معنى تعريف حقيقه عقليك هسكين شوار دانا قسم لجراجيه بيتوا أو قسماني كأقسام حقيقة عقل ببي داقروي تعريفك هستكين يما چوار جوار چوار جوار حقيقة عقل من هي أريب لبزام چون الأول ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا قسيك حقيقة عقلية بو شكل لواقع شهر وايو وبي عقيدة كابرة شهر واي أي ترى نسبة شيء إلى غير إلى ما حق وينسب إليه وكشي مثلا كقول المؤمن أنبت الله البقلع لواقع واي يوانية ها ببيع عقيدة كابرة إيمان دار واي يوانية أنبت الله البقلع ما دم كابرة إيماني هي أزانك وحقيقتها ولواقع الشهر واي هل بالفعل خواي قولها خلق إنباتك فعلي خواي إشي خواي والثاني دوم جوري حقيقة عقلي ما يطابق الاعتقاد فقط سيكك هل ببي عقيدة ويا ناخو الواقع ديالة كوانية وكوشي مثلا نحو قول الجاهل أنبت الربيع البقلة
كابراي جاهل عليه والله كاك أن بتربيع كأزاي جاهل ليه يعني شيء يعني خوانا ناس خوانا ناس أنا أقول خواب ناس إيش والله أن بتربيع البقر إلا مغرب مجاز والله مكشي وتيه مالين شيء والله ما حقيقته إبو حقيقة لبنو كابلا خوانا ناسي كخوانا ناسي بكو كسي كي طبيعي دركوي أما إنك جماعتي ادعي طبيعتك لكونا ولا همشت بس رشت خويديت وأرواح أي شيء سأم صوزي روان دول مزبيه على ولا الربيع شون شيء نازني ورسك ورزي بحارة ويتروش تكيش رواو كابي كير رواني ركيا على ولا بحارك يقول نفهمه بعقل أخوانا ناس يبوي وقت سواك أنا أقول خواب ناسية خواتو عن قصي وابكا بس بيبقى مجاز بس أو بو أو أبي بحقيقة شو كخوانا ناسية هالوازن إيش كواية ديس نسبة إنبات بولاي الربيع آلو جيغا حقيقته يا مجازة لصدا صد بو شو كابرا جاهلة كابرا جاهلة بس كمطابقي اعتقاده كيف قويتي مطابقي واقعي أنا كيف قويتي الثالث ما يطابق الواقع فقط سيم جوري عن قسيكك بس مطابقي واقع مطابقي عقيدانية وكوتي كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه كبرايك معتزلي قريكي تقسيبك أم كسا سبو كسيك أكاك كسك ناي ناسي نازان أمو معتزلية أميش خوي بو خوي خوي كشفناك تواوا كسيكي معتزلي سبو كسيك أكا أو ناي ناسي وأميش هيش نعلي هيش نعلي عارف زين شي بيالي عليك أن خلق الله تعالى الأفعال كلها إسباش يسمع حقيقته يا حقتني توسيري مواصفاتي كابرا مكك معتزلية ملاجيان شكا أم معتزلية نلا لاي كسي برامبر معلومة نكا برا معتزلية خوشي يتشيوتوا ايتو بموشي بولي معتزلية معتزلية خو من إنكاري ناكم بس كابرا هيتشي نوتوا توبلي معتزلية وكسي برامبرش ناي ناسي ايت بوشي بولي معتزلية سيكي كدو ام قسل حقيقة شيئان برا والله الله خلق الله تعالى تو هرشي شتي ايد الراسة او قسل راسة لذاتي خويا من علاقة منية كابرا لدلو وشون بيركاتو وشون بيركاتو لواقع وايا يوانية برا والله وايا اي مطابقي عقيدة كابرا يا نا والله أي بو في علم حقيقته، علي بو في علم حقيقته، شو كنا كسي برا مر أما أناسية، نأمش خوي خوي كشف كردوه. أي أجر كسي برا مر بزاني أما معتزلية، علي قسم بخادروكي. بوش كأما أما باوري خو باور بينية. بوت كمعتزلية باور رواية خو خارق ياشي أفعال عبادة. نعم. أي ترى مصدق شيء. تواو أو كترن قبل أبي بمجحس. يا علي ولا دروكي. والله أما هاي حقيقة عقيدة لا يخو ما نوكو فيها متن لبر شيء أبيش لبر أو دو قيدك لغلياتي يا كم قسك لغل كسي كا 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 كلا يعرف حاله دوام أميش خوي بو خوي هل يخفي حاله عنه إيش نالي ونالي من معتزلي وكو بيش متن خو معتزلي مورين يبناو شاوي كابرا وبي هركس بيبين بيناسي معتزلي طرح فكرة توجهها زين شي يلي كابرا جاء وهذا المثال متروك في المتن ملاجيان أم نمونا وكون نمونا وكون نمونا لنومتنك بونينية چونك أقر دي قد بدي أفرمي إسناد أقر حقيقة عقلي بو نمونكاني وكوتي كقول المؤمن أنبت الله البقلة وكقول الجاهل أنبت الربيع البقلة وكقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجي هل أسي نموني أي حالتك أنت شنيكن شوار أي كوا نموني حالتي سيم تياني وهذا المثال متروك في المتن أم مثالا من نالم لجير عبارتك جينا بيتوا لجير تعريفك جينا بيتوا لصدى صد جي بيتوا لصدى صد بس وكو مثال مذكورة لا والله مذكورني متروك في المتن اللي يرى ملاجيان
اجينا عقل بروي ليش وين هيك ترسير كي خطيبي قزويني رحمتي خويا لبي امي ساري هنا اوت هر خوي بس شي لما دنا هنا هر بري او بري باسك او لا هنا هنا بيتي لا يضحك وهذا المثال متروك في المتن بس شيء خطيب لإيضاحك بنموني حالتي دوم هنا بيتي لإيضاحك ملاجئة لإيضاحك خطيب فرمي فهي أربعة أضرب أحدها ما يطابق الواقع واعتقاده كقول المؤمن أنبت الله البقلة وشفى الله المريضة تواو والثاني ما يطابق الواقع دون اعتقاده كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عن منه على شيء على خالق الأفعال كلها هو الله تعالى خالق الأفعال كلها هو الله تعالى والثالث ما يطابق اعتقاده دون الواقع كقول الجاهل شفى الطبيب المريض معتقدا شفاء المريض من الطبيب تواو ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض الكفار وتيانا وما يهلكنا إلا الدهر تواو ملايين ايتر وشوار ميش او يكدين السبب مستمي باشي 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 كدوة لباسك اجنا الحملة نمونكي باس كدوة لإضاحة بويا مش علين متروك في المتني وكو مثال متروك اجنا وكو خوي لجير متنكا جي ابيتوا باسك او مثال لجير متنكا جي ابيتوا بلام ليرا لمتناني يناوا لمتني تلخيصي مفتاحة انا لإضاحة كابرا ولا هنا بيتي والرابع حالتي شوارم كأخير حالته ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد جميعا سيك قسم بخوانا لواقع وايا نببي برباوري قبل شوية أي هيها وار شو نبي بحقيقة إيوان يدخوا نلا واقع وايا نببي عقيدة قبل شوية وكشيل ولا شو حقت وكوشي نحو قولك جاء زيد توقسيك قيالي ولا كاك زيد هاو إيه والله وأنت تعلم أنه لم يجي أي والحال أنك خاصة تعلم أنه لم يجي دون المخاطب بتايبتي بتايبتي تو خوت بتايبتي أزاني كزيد نهاته بس لو تقصيك إيكي يلي والله جاء زيد جاء والحال أنك خاصة أنت تعلم نالي وتعلم وتعلم أنه لم يجي ألي وأنت تعلم إذن أو تقديم مفيد حصرة بو أيشك إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة شو إذا كابري برامبري شوف زانية كقزقة وانية يترشون بما حقيقة أيوانية يعني تو التأكيدي كابرا أزاني زيد ناتو أيتو شلي جاء زيدون أيوة أبي بشيلة أيو والله يا أبي بمجاز يا أبي بدرو قال والله أو زيدة مقصدي غلامك يتي مقصدي مثلا قيامك ياتي مقصدي براك ياتي فاقيك ياتي كاك اوه كسيك هيا حضوري مجلسي ني يا خوي طالما دائما ينري حضوري هي دائما بوجك خوي بقولت لو ميسان بيني ويت لا برو خوي دائما اماده نابي بس دائما ينري هي حاليبون يسوي شيء اجا تقول والله جاء فلان كس خذ يلا واقع وانيه ببيع عقيدة كابري خسر كذي شروانية، والله مكشيها ربي بحقيقة. بوش كابري برامبر نازني وانية، شو كأجر بزاني وانية، أو كاتق سكيتوا يا على دروي يا على مجازة، شو الحقيقة؟ حقتني رصاصة. لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجي قرينة على أنه لم يريد ظاهره. شو كأقول جيه كابري متكلم كما دم أزاني كابري سامع خبري لو هي وانية. أزاني إترى وكابا قرينة لسر وكأنباسة ظاهرك مرادنية جاء زيد مالا يعني زيد خوي مالا يعني جاء غلام زيد تو بوش كتو أزاني كوانية كمانم أزاني وانية تركي حقتها نبي بحقت
فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. بنتيجة إسنادك نابي بإسنادك بحسب ظاهر بلا يشتيك بلا متكلم وبي ويحق أو فعل بريت بعلي عاوشت إيواناكا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.